باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، يسعدني في هذا القداس السابق ليوم الأحد أن أحتفل وإياكم بالليتورجية الإلهية، وأن أمنح بعد قراءة الإنجيل رتبة الشضياق إلى أحد أبناء هذه الرعية، رعية شهداء الأردن. هبة الشضياق التي ستعطى لأخينا حازم مدنات تخوله لأن يخدم الهيكل وأن يكون أيضاً خادم القربان وخادم المناولة، وسنأتي على تفسير ذلك أثناء العظة. الآن لنندم على خطايانا فنكون أهلاً لسماع كلام الله والاقتراب من مائدة جسده ودمه. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة، لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.
صلي وشملنا بستر حمايتك يا رب، فتجري بتدبيرك أحداث العالم في هدوء وسلام، وبقوتك تخدمك الكنيسة في دعة وأمان. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور، آمين. قراءة من سفر يشوع بن سيراخ. عند هز الغربال يبقى الزبد، كذلك كساحة الإنسان عند تفكره. آنية الخزافي تختبر بالأتون، والإنسان يمتحن بحديثه. حراثة الشجر تظهر من ثمره، كذلك تفكر قلب الإنسان يظهر من كلامه. لا تمدح رجلاً قبل أن يتكلم، فإنه بهذا يمتحن الناس. كلام الرب. يطيب رفع الحمد إلى المولى والتغني باسمك أيها الأعلى، وإعلان رحمتك صباحاً والجهر بأمانتك ليلاً. أيها الرب سيدنا، وأعظم اسمك في كل الأرض. إن الصديق مثل النخل يزهو، ونظير أرز لبنان ينمو، والمغروسون في بيت المولى يزهرون في ديار إلهي. أيها الرب سيدنا، وأعظم اسمك في كل الأرض. لا يزالون في المشيب يثمرون، ويظلون يزهرون وينظرون، ويعلنون أن الرب مستقيم، وأن لا ظلم لدى الله صخرة. أيها الرب سيدنا، وأعظم اسمك في كل الأرض. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، متى لبس هذا الكائن الفاسد ما ليس بفاسد؟ ولبس الخلود هذا الكائن الفاني؟ تم قول الكتاب: قد ابتلع النصر الموت، فأين يا موت نصرك؟ وأين يا موت شوكتك؟ إن شوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي أتانا النصر
عن يد ربنا يسوع المسيح، فكونوا يا إخوتي الأحباء ثابتين راسخين، مواصلين تقدمكم في عمل الرب، عالمين أن جهدكم لا يذهب سدى عند الرب. كلام الرب. بشارة القديس لوقا الإنجيلي. ذلك الزمان ضرب يسوع لتلاميذه مثلا قال: أيستطيع الأعمى أن يقود الأعمى؟ ألا يسقط كلاهما في حفرة؟ ما من تلميذ أسمى من معلمه، كل تلميذ اكتمل علمه يكون مثله. لماذا تنظر إلى الفضاء الذي في عين أخيك والخشبة التي في عينك فلا تابه بها؟ كيف يمكنك أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القذاف الذي في عينيك، وأنت لا ترى الخشبة التي في عينيك؟ أيها المرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا، وعندئذ تبصر فتخرج القذى الذي في عيني. ما من شجرة طيبة تثمر ثمرا خبيثا، ولا من شجرة خبيثة تثمر ثمرا طيبا. فكل شجرة تعرف من ثمرها، لأنه من الشوك لا يجنى ولا من العليق يقطف. الرجل الطيب من الكنز الطيب في قلبه يخرج ما هو طيب، والرجل الخبيث من كنزه الخبيث يخرج ما هو خبيث، لأن لسانه يتكلم بما يفيض من قلبه. كلام
ليتقدم طالب درجة الشدياق القارئ حازم مازن مدانات. أيها الإخوة والأبناء الأحباء، بداية أحييكم جميعا وأخص بالذكر كاهن الرعية الفاضل الأب أشرف النمري الذي دعاني كي أمنح اليوم رتبة الشدياق لأخينا حازم، كما أحيي الأب سامر مدنات والأب سيمون حجازين والشماس يوسف وجميع الشضايقة الذين حضروا لكي يشتركوا في هذا الاحتفال الجميل. بعد العظة التي تفسر إنجيل هذا الأحد، أريد أن أقدم لكم الرتبة التي سيقبلها أخونا حازم مع تقديم شخصه لمن لا يعرفه. بداية أشرح وأفسر قراءة الإنجيلية لهذا الأحد. القراءة الإنجيلية لهذا الأحد تواصل الأناجيل السابقة، حيث سمعنا عظة الجبل، وضمن عظة الجبل تأتي الآيات الجميلة والمؤثرة التي تليت على مسامعكم. هي آيات متفرقة ليست مترابطة حتماً فيما بينها، خرجت من ذاكرة الرسل ودونها الإنجيليون في الأناجيل المقدسة. ومن هذه الأقوال قول يسوع قبل أن تخرج القذى من عين أخيك أخرج الخشبة من عينك. القذى يرمز إلى عيب صغير في الآخرين نريد أن ننبههم إليه، والخشبة ترمز إلى عيب كبير يوجد فيه. يسوع يقول لي قبل أن تصلح أخاك في الأمور الصغيرة، أي قبل أن تخرج القذى من عينهم، أخرج الخشبة، أي تخلص من العيوب الكثيرة والكبيرة التي فيك. ويسمي يسوع اللي بدهم يصلحوا غيرهم وهم ما بيصلحوا ذواتهم، يسميهم يسوع مرائين. مرائين يعني عندهم معايير مزدوجة، بتعاملوا مع أنفسهم شكل وبتعاملوا مع الآخرين بشكل آخر، يريدون أن يصلحوا المجتمع بينما هم فاسدون، يريدون أن يخرجوا القذى من عين الآخرين بينما في عيونهم خشبة تمنعهم من الرؤية السليمة. وبهذه المناسبة لنتكلم عن الطريقة الفضلة لإصلاح العيوب في الآخرين إذا لزم. طبعاً كل إنسان عنده مسؤولية في المجتمع، الأب والأم عن أبنائهم، الأخ الأكبر عن أخوه الأصغر، المعلم عن الطالب، المدير عن الهيئة التدريسية. في دائماً شخص كبير مطلوب منه إنه يعمل عملية إصلاح لدى الأشخاص اللي هو مسؤول عنهم. فالإصلاح الأخوي هي فضيلة مطلوبة من كل ذي مسؤولية. كيف نصلح الآخرين؟ نصلح الآخرين بطريقتين. الطريقة الأولى هي الأفضل، هي بالمثال الصالح. المثال الصالح الذي نعيشه هو أفضل طريقة لتقويم وإصلاح المجتمع الذي نعيش فيه. فمثلاً أريد أن أعلم الآخرين الكرم أو التواضع أو الصدق أو المحبة أو التقوى أو احترام الآخرين، أفضل شيء أن أمارس أنا هذه الفضائل التي أريد أن أعلمها للآخرين، لأن المثال الصالح أقوى من الكلام الصالح. العمل والفعل
أقوى من أي كلمة. فعلي أن أمارس هذا التواضع، هذا الاحترام، هذه المحبة، هذا الصدق. يعني مثلاً الأب اللي بيكذب في البيت لا سمح الله، كيف بده يعلم أولاده الصدق؟ ولا يمكن، ولا يمكن. زي مرة كنت في بيت، أجا تلفون، الزلمة بيقول لابنه قل لهم إني أنا مش موجود. أنت موجود، يعني بتقول لابنك اكذب. الولد بلقطها، ما دام أبوي بيكذب، أنا حكيت أبوي، ممكن تكون أمي كمان، يعني حتى نساوي بين الطرفين. الولد بتعلم المثل من أبو أمه، والطالب بتعلم المثل من معلمه، والأخ الأصغر من أخوه الأكبر. مرة من المرات أجت أم عند الفيلسوف والمصلح غاندي، المهاتما غاندي، بتعرفوه، اللي كان محرر للهند من الاستعمار البريطاني، كان أيضاً إنساناً حكيماً. سألته هذه الأم سؤال، قالت له بتقدر توصي بنتي الصغيرة إنها تمتنع عن الإكثار من أكل الشوكولاتة؟ بس احكي لها كلمة إنه ما تكثرش من أكل الشوكولاتة، لأنه بنتي تأكل الشوكولاتة بكثرة وبنهم شديد. ما المهاتما غاندي قال لها ارجعي لي بعد أسبوعين، بقدرش هلا أحكي مع بنتك. قالت له كلها دقيقة، قال لا ارجعي بعد أسبوعين. بعد أسبوعين رجعت الأم مع بنتها الصغيرة على أساس إنه هذا الحكيم ينصحها للبنت الصغيرة ما تكثرش من أكل الشوكولاتة. حكى لها الغاندي نصيحة شجعها، وكل شيء انتهى هون. الأم بتقول لغاندي، طيب ليش ما حكيت هالكلمتين الأسبوعين الماضيات؟ ليش أخرتني أسبوعين؟ قالها يا بنتي أنا كنت أحب الشوكولاتة أكثر من بنتك، فما بقدر أقولها تكلي الشوكولاتة وأنا واقع في نفس الفخ، فأنا هالأسبوعين صمت عن الشوكولاتة حتى أقدر ما أكذبش على نفسي وعلى بنتك. هذا الإنسان الصادق الذي لا يصلح في الآخرين إلا بعد أن يصلح نفسه. والشاعر قال لا تأتي بأمر، لا تنهى عن أمر وتأتي بمثله، لا تنهى عن أمر وتأتي بمثله. إذن الطريقة الأولى لإصلاح الآخرين هي أن أكون أنا صالحاً قبل أن أكون مصلحاً. لكن أيضاً يوجد خطوات أخرى. إذا أردت أن أصلح بالقول هنالك شروط أخرى. أولاً الإصلاح يأتي تدريجياً. العالم ما بتغير بين عشية وضحاها فجأةً هيك بكلمة صغيرة من صلح المجتمع. تدريجياً يجب أن نتحلى بالصبر. الأب بده يصلح أولاده وينبههم، الأم كذلك بدها تكون صبورة. الإصلاح يكون تدريجياً، تدريجياً. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن ننبه الآخرين إلى عيوبهم في الوقت المناسب، مش في أي لحظة نبدأ نعطي ملاحظات للآخرين لتقويمهم وإصلاحهم. يوجد وقت مناسب أكثر من غيره. أنا يجب أكون هادئاً، والمجتمع يجب أن يكون أيضاً متقبلاً للنصيحة. أيضاً التواضع. اللي بده يصلح الآخرين بده يكون متواضع، أن يتكلم بوداعة بهدوء بدون إذلال للآخرين. أنا إذا بذل الشخص ما بتصلح، بالعكس يصر على رأيه، بصيرش أذله، بدي أتكلم معه بكل وقار واحترام وهدوء. لأنه إصلاح الآخرين تشبه عملية جراحية مؤلمة. إخراج الخشبة من عين الآخرين هي عملية تؤلم، لذلك يجب أن أقوم بذلك بكل حساسية ورقة وهدوء ووداعة. أيضاً يوجد حالات لا تنفع إلا الصلاة. يعني الشخص اللي بدي أصلحه لا يصطلح بمجرد النصيحة أو الكلام، لازم نصلي له، ويمكن لازم نصلي له كثير مش شوي. أنتوا بتعرفوا القديس أغسطينوس الفيلسوف واللاهوتي، أمه مونيكا قديسة وهو قديس، أمه مونيكا كانت تصلي له مدة 15 سنة لأنه ابنها
كان بعيداً عن الله ويعمل كل شيء اسمه خطية بباله، كان إنسان بعيد عن الله وكان يسيء للآخرين. وأمه كانت تصلي له، قعدت 15 سنة تصلي له وكانت تسمي ابن الدموع، لكن لما صلاتها استجيبت، أغسطينوس الشاب في القرن الرابع طلب العماد، ارتد، غير حياته، أصبح ناسكاً، ثم أصبح كاهناً، ثم اختير أسقفاً، وصار معلماً للكنيسة ومن أباء الكنيسة، وأصبح قديساً. لاحظوا التدرج والصبر في عملية إصلاح هذا الابن. يعني الأم لم تنجح في إصلاح ابنها بالكلام، لكن بالصلاة والمثابرة اليومية ابنها صار قديساً. وبنحتفل بعيد أغسطينوس ومونيكا في شهر آب 28-29 آب وراء بعض، يعني أول بيجي عيد الأم وتاني يوم بيجي عيد الابن، دلالة إنه نحن مترابطون في الخير وأيضاً في الشر. هذا هو تعليم الإنجيل اليوم، واضح التعليم. يسوع يطلب منا أن نصلح بعضنا البعض، ولكن قبل إصلاح الآخرين يجب أن نصلح ما في أنفسنا. ننتقل للموضوع الثاني، مش راح أطول عليكم. قبل سنة قررت كنيستنا في الأردن تعمل دورة لمن يريد من الشباب أن يخدم كلمة الله وأن يخدم الهيكل من خلال منح رتبة القارئ ورتبة الشدياق. وبالفعل هذه الدورة استمرت سنة كاملة، كنا معظم أيام الجمعة نلتقي في المطرانية ثلاث ساعات وراء بعض تقريباً، وتبع الدورة هذه 25 شاب من خيرة شبابنا. وقبل ست أشهر منحنا رتبة القارئ لواحد وعشرين منهم اللي ثابروا وأصبحوا يخدمون الكلمة، يعلنون كلمة الله في القداس، وعندهم أيضاً مهمة أخرى أن يحضروا الصغار لأول مناولة وتثبيت إذا طلب منهم. بعد ست أشهر، يعني بعد مرور سنة، بدأنا نمنح رتبة الشدياق لنفس القراء المذكورين. كلمة شدياق تأتي من اللغة اللاتينية سوبدياكونوس أو من السريانية، وتعني الشماس الرسائلي، يعني الرتب في الكنيسة هي قارئ، شدياق، شماس إنجيلي، كاهن، أسقف، فهي من الرتب التي تقرب صاحبها من خدمة الهيكل. هذه الرتبة، رتبة الشدياق، تخول من يحمل هذه الرتبة أن يحضر التقادم أثناء القداس، أن يمنح المناولة يوم الأحد عندما يكون هنالك جماعة كبيرة في الكنيسة حتى لا تستغرق المناولة فترة طويلة. ممكن أيضاً في حالات استثنائية أن يمنح المناولة للمرضى في البيوت إذا طلب منه. ممكن أيضاً أن يعرض القربان الأقدس للسجود، وأي أمر آخر يتعلق بخدمة الهيكل وتحضير خدام الهيكل للخدمة. إذن الشدياق هي رتبة كنسية مهمة، ونحن سعداء بأنه في كنيستنا اليوم في 21 شدياق جديد، بالإضافة إلى الكنز الثمين اللي بنملكه اللي هم الشمامسة وعددهم 8 وهم بيخدموا في رعايانا الكبرى. نشكر الله لأنه منحنا اليوم لرعيتنا شدياق جديد. وبدي أقدم أخونا حازم للي بيعرفوش، رغم أنه معروف لدى معظمكم، هو عضو في مجموعة العائد المقدسة مرج الحمام، يخدم الكنيسة باستمرار إلا إذا كان خارج الأردن، يريد أن يكرس وقتاً أكثر للشبيبة الطالبة والعاملة وللبراعم والكشاف. هو يعمل منذ، هو مهندس ويعمل منذ 22 سنة في شركة جوايكو، واليوم نحن سعداء بأنه
سوف يتقدم من رتبة الشدياق. ومبروك أخونا حازم. نؤمن بإله واحد آب الضابط. ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنصلي لنبتهل إلى الإله ربنا كي يفيض بركته على أخينا حازم الذي اختاره لرتبة الشدياق ويؤيده للخدمة بأمانة في كنيسته المقدسة. آمين. أدعوكم إلى صمت وجيز خلاله نطلب من ربنا كل النعم اللازمة لهذه الرعية وخصوصاً لأخونا حازم حتى يقبل هذه المهمة بجدارة ووقار. اللهم العظيم الرأفة، يا من أودعت كنيستك خبز الحياة على يد ابنك الوحيد، هلم وبارك أخانا حازم الذي اخترته لخدمة الشدياق، وامنحه أن يلزم مذابحك المقدسة ويحرص على مناولة إخوته خبز الحياة، وأن ينمو في الإيمان والرجاء والمحبة من أجل بنيان الكنيسة. بالمسيح ربنا. يا حازم، إليك هذا الكأس مع الخبز المعدين للاحتفال بسر الإفخارستية، واجتهد في أن تكون أهلاً لخدمة مائدة الرب والكنيسة. آمين. مبروك. أيها الإخوة الأحباء، يسوع في حديثه عن القذى والخشبة يريدنا فيما نقول ونعمل أكثر توافقاً وانسجاماً، فنطلب إليه بصلاتنا أن نعمل ما نقول وأن نظهر ما نضمر وأن نكون في كل أمر صادقين. من أجل كنيسة الله المقدسة
لكي تعلي كلمة المسيح فوق كل كلمة، وتجعلها على مسالك الناس منارة عالية، وتكون بها للتائهين هداية، وللعميان بصرا ونورا. إلى الرب نطلب. من أجل أن يحضر المؤمنون مغبة سقوط في خيوط المراءة وخطوط الادعاء، إلى الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. من أجل أن يكون المسيحيون على مستوى اللقب الذي يحملون، وأن تطابق أعمالهم أقوالهم وأقوالهم أعمالهم، إلى الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا، لكي يصلحوا ما بأنفسهم قبل أن يصلحوا ما بغيرهم، إلى الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء، وهي التي لم يعلق بعينيها شيء من القذى ولا بنفسها شيء من الهوى، وتزيل عن عيون المؤمنين أقداءها وعن نفوسهم أهواءها، إلى الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. إلى أن كل واحد يطلب في قلبه ما هو بحاجة إليه، وليصلي أيضاً من أجل عائلته، لنصلي أيضاً من أجل هذه الرعية وكل احتياجاتها. استجب يا رب، استجب يا رب يسوع. يا من بكلماتك الطيبة حول القذى والخشبة علمتنا ألا نكون ظالمين على الآخرين، نسألك فآتنا من نورك ما يرد إلينا الرؤية والنور، ويجعلنا أمامك أزكياء لا خشبة في العيون ولا قذى. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور، آمين. اعمل به على الدوام.
بقدرة المشهد ولا بقوة الذراع بروحي القدس القدير يضحى المحال مستطار بروحي القدس القدير يضحى المحال مستطار هيا ابذل البذار بعزم واقتدار صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم إنك تمدنا بما نقربه لاسمك الكريم وترضى به تعبيراً عن عبادتنا وتقوانا، فإليك نتضرع كي يعود علينا بالثواب الأبدي ما أنشأته سبيلاً إلى استحقاقه بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، فمن فرط حبك العجيب لهذا العالم أرسلت إلينا فادياً سكن بيننا شبيهاً بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، وقد أردت ذلك كي تجد فينا أجمعين ما وجدته من السرور في المسيح ابنك الحبيب الذي بطاعته رددت إلينا هبات نعمتك الإلهية تلك التي خسرناها بشر عصياننا ومعاصينا. فباسم سر الخلاص هذا ومع الملائكة وجميع القديسين لك يا رب نسبح في فرح وسرور قائلين.
حقا انك لقدوس ايها الاب ينبوع كل قداسه، فنسالك ان تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من اجلنا الى جسد والى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما اسلم نفسه للالام طوعا اخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من اجلكم. كذلك من بعد العشاء اخذ الكاس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي ذلك. فيما نوحي ذكر موت ابنك وقيامته، نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ورئيس أساقفتنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمته، واذكر أخينا يوسف زيادين، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع أمنا البتول مريم العذراء القديسة والدة الإله، مع الرسل الأطهار جميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. والآن لندعو الله بالصلاة التي لقدنا إياها يسوع، والتي بها نذكر أننا إخوة أبناء أب واحد، ولنقل: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، وعضضنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين.
ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك ايضا. بمحبه تبادلوا سلام المسيح. حامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. صفحة 384. Thank you.
لنصلي. ها قد تغذينا بخبز الخلاص، فإياك نسأل أيها الإله السميع الرحيم أن نصبح بالسر الذي هو زادنا في الأرض من أهل الحياة الأبدية بالمسيح ربنا. مساء الخير جميعاً. بشكر سيادة المطران ويليام الشوملي وأبونا أشرف وأبونا سامر دانات وإخوة الشدايقة اللي إجوا والشماس يوسف. بشكركم كلكم جميعاً، الجميع، أهل الرعية ورهباتنا ورهبات الوردية اللي شرفونا وحضروا هذا الاحتفال الجميل. بشكركم جزيل الشكر، والشكر طبعاً لأبونا أشرف اللي شجعني، وقبله من هيك كان أبونا حنا كلداني وأبونا سامر كمان كثير شد على الموضوع، إنه نمى في هاي الرغبة أن أكون خادم للقربان الأقدس ولهيكل الرب ولمذبحه ولأمنا الكنيسة ولجماعتنا كلياتنا، جماعة المؤمنين. والله يقويني اللي أقدر أقوم بهاي المهمة على أتم وجه وبخدمة الجميع إن شاء الله. وشكراً سيدنا، وشكراً أبونا، وشكراً للجميع. الرب معكم ومع روحك أيضاً. ليكن اسم الرب مباركاً من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض، بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله. بعد طبعا شكر ربنا على النعمة، نعمة وجود شدياق في رعيتنا. نشكر سيدنا المطران على ترأس الاحتفال، منبارك لشدياقنا الجديد وايضا للشدايقه اللي ارتسموا قبل، وشدياقنا سمير ايضا اللي معار لناعور، هو من هون بس اعاره لناعور احنا معطينه هناك.